أهلا بكم من جديد. في المدينة المنورة وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تهيئة وتبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف أكثر من 77%. إلى ذلك بدأت أمانة المدينة المنورة في تنفيذ مشروع جادة أحد الذي يربط المسجد النبوي بمنطقة شهداء أحد بطول 5 كيلومترات، يشمل 3 مسارات للسيارات في كل اتجاه ومسارين لحافلات النقل السريع. من أمام الحرم النبوي في المدينة المنورة ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، مرحبا بك. ضعنا في الصورة لهذا الإنجاز، كيف تشاهد الآن المنجز من هذه المشاريع، مشروع جادة أحد ومشروع التبليط أيضا؟ نعم خالد، فعلا المدينة المنورة حقيقة خلية نحل لا تهدى منذ أشهر طويلة حقيقة، والمشاريع يعني تأتي وتتوالى على هذا المكان المقدس في محاولة من الحكومة السعودية لتهيئة المكان لزوار المسجد النبوي وأيضا المسجد الحرام. لعل زميلي عبد الله يأخذ بعض اللقطات وينقل لكم الأجواء الآن. قبل قليل زوار المسجد النبوي انتهوا من صلاة العصر. طبعا أبرز المشاريع التي انتهوا منها مؤخرا هي جادة أحد. طبعا هذه الجادة خالد عملاقة جدا، يعني سيكون فيها قرابة 3 مسارات للسيارات في كل اتجاه، أيضا مسارين لحافلات النقل السريع، مسار للمشاة بعرض 9 أمتار. هذه الجادة سيكون طولها حوالي 5 كيلومترات. على جنبات هذا المسار أو هذه الجادة سيكون هناك أبرز الأماكن التاريخية الإسلامية في المدينة المنورة. أيضا المشاة في هذه الجادة سيوزع عليهم أجهزة تترجم وتعطيهم معلومات عن هذه المواقع الأثرية، يعني بمعنى آخر سيكون عبارة عن متحف مفتوح لزوار المسجد النبوي. أيضا سيتم وضع 15,000 شجرة على جنبات هذه الجادة لتخفيف الحرارة في موسم الصيف، وأيضا كشكل جمالي لهذه الجادة. أيضا من المشاريع التي تم تشييدها مؤخرا خالد هي مشروع تأهيل وصيانة وبرمجة الشاشات النقطية وتوحيد الأنظمة. أيضا سيكون هناك غرفة كنترول موحدة في المسجد النبوي. هذه الغرفة دورها أن يتم توحيد جميع الشاشات الموجودة في المسجد النبوي وأيضا ساحات المسجد النبوي لإرشاد زوار المسجد النبوي أيضا بعض النصائح الدينية وبعض الإرشادات المرورية وأيضا الصحية. فيما يخص الصحة خالد، هناك تأكيد دائم من وزارة الصحة بأن الحرم النبوي والحرم المكي خالي من أي أوبئة، طبعا لا سيما فيروس كورونا، وهناك فحوصات دورية في مطار المدينة المنورة وأيضا مطار جدة لحماية الزوار. بشكل عام خالد، المدينة المنورة تمتاز بالأجواء الروحانية العالية، حتى أهل المدينة يتميزون أيضا برحابة صدرهم واستقبالهم لجميع زوار هذا المسجد. اليوم صباحا أيضا كنا في سوق التمور المركزي لرصد إنتاجية التمور، لا سيما يعني تمور العجوة التي تشتهر بها المدينة المنورة، والأجواء جدا رائعة وروحانية، وأيضا الزوار سعيدين بهذه المشاريع وهذه التطور الدائم في المدينة المنورة. شكرا لك عبد الرحمن العصيمي مراسل العربية، كنت معنا من المدينة المنورة.